Alexa? I don't believe that off. Anybody feels Alexa. About you now. Alexa! Off. Okay, ma. انا حابة اكلمكم كده كلام من قلبي لقلب بوكو، يعني بصراحة بما ان انا عايشة دريم انا كنت بتخيله من وانا صغيرة، كان نفسي احقق الحاجات دي كلها، وجاتلي الحمد لله الفرصة ان احقق كل الاحلام اللي انا كنت بتمناها، وعندي لسه احلام بشتغل عليها عشان احققها. فانا بقول لكم او جاية افتح التوك ده معاكم عشان اقول لكم ان كل حاجة ممكنة مش مستحيلة. يمكن تقدري تعملي اي حاجة. كلمة impossible دي حاولوا دايما تنفوها من قاموسكم. يعني انا بستغرب، انا من وانا صغيرة كنت بحلم بده كله وده كله بيتحقق لي. طب يعني اشمعنى انا وانتوا لا؟ مثلا على سبيل المثال، ليه ناس بتحقق احلامها وناس ما بتحققش احلامها؟ بس لما بقعد افكر بكتشف ان انا اشتغلت على نفسي كتير. انا كان عندي هدف وحلم واشتغلت وسعيد من ساعة ما الهدف او الحلم ده جه في دماغي، بروزته في دماغي وقلت لا انا عايزة احقق الهدف ده. اشتغلت كتير جدا، تعبت على نفسي كتير جدا، حوشت، كفحت، حتى يعني زي ما بيقولوا فارس احلامي اللي كان فوق الخيال ان هو يتحقق لقيته بالصدفة في وسط معمعة الحياة وشغلي والسفر والكلام ده كله. فانا بقول لكم ان كل حاجة ممكنة، مفيش حاجة اسمها مستحيلة. اشتغلوا بس، حطوا على نفسكم، حطوا لنفسكم دايما خطة. الخطة دي او اهم حاجة اصلا يكون عندكم هدف وعندكم احلام تحققوا الهدف ده. عندي هيربس فيروس فحط عليه كريم، فنسيت امسح الكريم. اوكي، فالفكرة كلها في ناس كتير بتقعد تفتح وتعمل سكرول على الموبايل وتفتح فيديوهات وتقعد تقول يا حياتها واحلامها وبتحقق. ايوه انا بحقق وبعيش حلمي، بس عشان بجتهد وبشتغل عشان اوصل لحلمي ده. الناس اللي ما بتحققش ما تزعلوش مني، اخرتكم بس انتوا قاعدين في السرير بتعملوا سكرول على الموبايل بتتفرجوا على حياه الناس التانية. انا كنت مصممه اتفرج على حياتي مش اتفرج على حياه الناس التانية. ما عنديش وقت للتلفزيون، ما عنديش وقت اضيعه. حتى وانا هنا بسافر بشتغل بعمل future plan، عندي خطة مستقبلية ماشية عليها كل يوم. في السفر طبعا بيبقى صعب الالتزام الجدي زي ما كنت قاعدة وعايشة في مكان ثابت، بس ما بعمل يعني افضل ما اقدر عليه ان انا اعمله. بصحى بدري، بلعب رياضة، اشتغل على اللابتوب. ميزة ان انا كمان حولت الشغل بتاعي الاونلاين بيزنس، دي كانت كمان يعني ميزة. بس الميزة دي انا كنت مخططة لها من زمان. يعني انا قناتي على اليوتيوب بدأها من سنة 2016، دلوقتي بدأ تكبر لان ركزت عليها دلوقتي وانا بسافر. قبل كده كنت كل فين وفين بعمل فيديو بشكل بدائي، دلوقتي جبت لابتوب، جبت كاميرا، جبت بقيت بعمل ايديت على البريمير برو، بقيت بطور من نفسي. بس هي كان عندي خطه من زمان كنت ماشي عليها بيبي ستيبس، بس دلوقتي بقيت اعمل ستيبس اكبر وناوي اكبر قناتي اكتر. فاشتغلوا على نفسكم، اشتغلوا على حلمكم. اهم حاجه تبقوا عارفين انتوا عايزين ايه، واللي انتوا عايزينه اعرفوا ان هو ممكن مش مستحيل تقدروا تحققوه. اكتبوه على ورقه وقلم، والورقه والقلم دي الورقه دي علقوها على الجدار، على الحيطه في اوضتكم، قصاد السرير، قصاد المرايه، في اكتر حته بتتواجدي فيها كل يوم. بصي على احلامك وقولي انا عايزه ده، انا عايزه اوصل لده، وهتوصلي له وهتحققيه زي ما اي حد تاني بيحقق احلامه واهدافه. مفيش حاجه مستحيله، المستحيل بيبقى جاي من هنا. لو انت قلتي لعقلك ان هو كل حاجة ممكنة هتتحقق. عقلك ما بيفهمش او ما بيعرفش يفرق ما بين الخيال والحقيقة، فانت دايما عبي مخك خيال حلو، good vibes. دايما تخيلي نفسك بعد ما حققتي الهدف والحلم بتاعك، مخك بيتبرمج وبيمشي جسمك على المسار الصحيح عشان تحققي حلمك وتوصلي. اتمنى يكون الكلام فاتكو. ودايما انا بتكلم عن الموضوع ده في دردشة بنات، بجد السلسلة يا جماعة قوية جدا. اتفرجوا على السلسلة، حلقات دردشة بنات كلها اسمعوها، فلتروها، اكتبوا كل حاجة يعني تهمكم، وعيدوا الفيديو كذا مرة، اسمعوه كذا مرة عشان
المعلومة أو الفكرة تثبت في دماغكو. أنا لما لغاية دلوقتي بقعد أسمع لناس في الهيومن ديفلوبمنت ويعني الناس الناجحة بسمعهم، بسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يتطبع هنا، باخد البروتوكول بتاعهم، باخد الأفكار بتاعتهم، باخد كل حاجة منهم عشان أتشربها. زي ما انت كده بتقعدي تتفرجي على الفيلم 3 4 5 مرات تكوني حفظتيه وتقولي انا حافظه الفيلم، اسمعي كل فيديو تستفيدي منه، اسمعيه مره واثنين وثلاثه لغايه ما مخك يتشربه وتتطبعي بالافكار اللي عجبتك وحساها تناسبك وتدفعك لتحقيق الحلم. اتمنى يكون التوك ده فاتكم، توك سريع كده على البساطة يعني. اتمنى ان هو تكونوا استفدتوا حاجة وان انتوا تكونوا فهمتوا انا قصدي ايه، وان لو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. ما تنسوش تتابعوا الستوريهات بتاعتي على انستجرام، بنزل في الاماكن اللي انا بسافر فيها دلوقتي وانا موجودة في مكان يعني جنة يا جماعة، الفيو قدامي رائع خيالي. فدايما تابعوا الستوريهات بتاعتي على الانستجرام، هتعجبكم جدا وهتديكم جود فايبز، ودايما تفكركم ان انا كنت فين وبقيت فين وانت كمان تقدري تعملي. ما تنسيش تشتركي بالقناه وتفعلي جرس الاشعارات لان الايام الجايه هنزل لكم فيديوهات حلوه كتير جدا في السفر، وبروح الاماكن اللي بزورها، واتفرجي على سلسله دردشه بنات كلها من اي تو زد، وكل فيديو تشوفيه اعملي له لايك واكتبي لي كومنت عشان تشجعيني واعرف ان انتوا كمان استفدتوا. ولو استفدتوا من حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عندكم افكار معينه عايزين اتكلم عنها اكتبوا لي برده في الكومنتات، انا بجمعها وبعمل لكم حلقات عنها.